السلام عليكم، رسالة إلى الأستاذ القاسي الذي يمنع الغش في الامتحانات. هل من الممكن أن أعرف سبب منعك للغش؟ هل تعلم ماذا تفعل بالطلبة الذين تمنعهم من الغش؟ هل تعلم معنى عدم استجابتك لاستنجاداتهم المتمثلة بعبارات مثل اعتبرني مثل ابنك يا أستاذ، يا مستر احنا مثل أولادك؟ هل تعلم ماذا تفعل بأهاليهم المنتظرين في البيوت بقلق وهم يدعون الله ليلا نهارا أن تأتيهم مراقبين سمحين ويسمحون لهم بالغش عن طريق الجوال أو عن طريق جوجل أو عن طريق أي شيء آخر؟ يا سيدي سأخبرك الآن بنتائج عملك. أنت تقف سد منيع وعائق أمام مئات بل آلاف المرضى الذين يتعرضون للموت والأذى كل يوم أمام طبيب فاشل لا يستعمل عقله ولا يستعمل ضميره. أنت تحمي مدينتنا من انهيار السدود والمباني والمرافق العامة بسبب مهندس غير كفؤ، فقط هو اعتمد على جزء صغير من المعلومات التي حفظها. أنت تمنع وجود محامي غير شريف ينصر الظالم ويدعو القوي على الضعيف. أنت تقف عقب أمام موظف مرتشي ينخر عظم الأمة فسادا. أنت ستمنع وصول معلم غير قدوة وتحيي القدرات لتحيي الأمة من جديد. أنت ستمنع وجود مسؤول فاسد يحبط العزائم ويدفن القدرات ويضيع همم الشباب. أنت حجر أمام الإنسان الوصولي المتسلق وستكون طريق للإنسان المجتهد. أنت مشكلة كبيرة في مشروع لص وعون لنبتة صالحة من أبناء وطنك. أما عن تأثير فعلك لأهاليهم فأنت ستحميهم في المستقبل من التعرض لجرائم أبنائهم. أيضا أنت تطبق مقولة من جد وجد، والأهم من هذا كله أنت تطبق شرع الله في الأرض.